صاحب الشخصية القوية والصارمة والكلمة المسموعة التي لا ترد، الخطوات ديالو ثابتة وراسه دائما مرفوع، وما كيتسهلش مع اي واحد غادي يخالف البروتوكولات الملكية. هو اصغر واغنى ولي عهد في العالم، عنده اسطول من السيارات الفاخرة زائد طائرة خاصة اللي صممها هو براسه والطبعات بالاسم ديالو، كيرافقه الخدام والحرس لاي بلاصة غيمشي ليها. كيفاش لا، هو مولاي الحسن وابن محمد السادس والملك المغربي المستقبلي اللي تربى وترعرع داخل جدران البلاط العلوي، تربى على الطريقة المخزنية وتدرب منذ ولادته على إدارة أمور البلاد. فشنو هي التفاصيل السرية ديال حياة الأمير المغرب والبروتوكولات الملكية اللي كيتدرب عليها، وشنو هو السر الشخصي القوية اللي عنده، ومنين كيجيب قاع هاد الفلوس وهذا الثراء؟